السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي. النهاردة هنعمل لكم طريقة التورتة في البيت. طريقة سهلة ومش هتاخد مننا وقت، وإن شاء الله تطلع ناجحة مننا. وأنا عاملاها بمناسبة عيد ميلاد بنتي رودي، هتكمل 6 سنين. كل سنة وانتي طيبة يا رودي. هنبتدي معاكم المقادير. الأول 5 بيضات زي ما انتوا شايفين كده، اي بيض، بيض احمر، بيض ابيض، 5 بيضات. وطبعا دي رشة الفانيليا اللي هنحطها على البيض، 1 كوباية وربع دقيق، 1 كوباية وربع دقيق، ربع كوباية نشا، 1 كوباية إلا ربع سكر، 2 معالق مية دافية، 2 معالق خل، رشة ملح، 2 كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. هنبتدي معاكم كده. هنجيب الأول البيض، نكسرها واحدة واحدة كده، زي ما انتوا شايفين كده كسرنا البيض كله. نحط بقى رشة الفانيليا، طبعا الفانيليا دي عشان بتمنع ايه الزفارة بتاعت البيض. هنجيب المضرب اليدوي، المضرب الكهرباء، سوري، المضرب الكهرباء، وهنبتدي كده نضرب البيض. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نضرب في البيض لحد ما يبقى هش جامد او كده، زي كأننا بنعمل الكريمة بالظبط. هنعمل الدرجة السريعة شوية. هنجيب بقى السكر حبة حبة، نفضل نضرب جامد. شايفين هو بيرفع معانا ازاي؟ نفضل نضربه جامد.
شفتوا الفوليوم بتاعها وصل لحد فين؟ كأنها زي الكريمة بالظبط. اهم حاجة ضرب البيض ده عشان هو اللي هيخليها هشة ويخليها عالية. هنجيب بقى الدقيق ونحط الطبق ومصفى زي اللي انتوا شايفينها دي كده، مصفى الطماطم اللي عندنا، ونحط الدقيق، نبتدي ننخل الدقيق. بننخل الدقيق ليه؟ عشان يدخل له هواء وكيكه برضو تطلع ايه، اسفنجيه. وربع كوبايه النشا برضو، والبيكنج باودر، زي ما انتوا شايفين كده. نحط رشة الملح ونقلب كله مع بعضه. بحيث ان المكونات كلها تدخل مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده هننزل بقى واحدة واحدة بالدقيق، زي ما انتوا شايفين كده هنقلب كده كده. شايفين حركة ايدي كده؟ اتجاه واحد، ما بنغيرش اتجاهنا. شايفين شوية اتغيرت اتجاه ايدك، باظت منك على طول. مع برضو ان انت تحركي الطبق بيساعدك ان انت ايه، تجيبي الطبق كله. زي ما انتوا شايفين كده نقلبها كلها لحد ما الدقيق يدخل مع البيض. لازم نتأكد ان الدقيق كله تجانس مع بعضه. زي ما انتوا شايفين كده لسه فيها دقيق اهو. جبنا بقى الصينية بعد ما خلصنا التقليب زي ما انتوا شايفين كده، هي ما بقاش فيها دقيق خالص. جبنا بقى صينية دهناها مادة دهنية ورشينا رش الدقيق عشان ما تلزقش. ننزلها بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180، وطبعا تكوني مولعة الفرن من بداية ما انت بتعملي. وهنحطها بقى في الفرن على درجة 180 ومنفتحش عليها غير بعد نص ساعة، ونوارب الفرن زي ما اتفقنا. منفتحش الفرن بسرعة ونقفل الشباك اللي في المطبخ عشان ما تاخدش مننا هوا وتهبط مننا. نحطها في الفرن. ورجعنا لكم تاني اصدقائي بعد ما طلعنا الكيكه الاسفنجيه اللي هي بتاعه التورته من الفرن. زي ما انتم شايفين كده طلعناها من الصينيه
وقسمناها نصين وحطينا عليها الكريمه، ضربنا الكريمه. طبعا الكريمه بتجيبيها بودر من عند العطار، وتحطي عليها اللبن وتضربيها من مضرب الكهرباء، تحطيها بس شويه في الفريزر تجمد شويه، وهتدهني الوش كده زي ما انتم شايفين كده. طريقتها سهله خالص، يعني بتجيبي المعلقه وتدهني بيها. دلوقتي بقى هنبتدي في الزواق بتاعها. تحطيها تقلبي الصينيه وتحطيها كده عشان تعرفي تزوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا فورماسيل الوان، بيتجاب برضو من عند العطار. زي ما انتم شايفين كده، بس هنزوق الجناب بتاعتها. وهنعمل حبه برضو بالشوكولاته، فورماسيل الشوكولاته. يبقى نصها الوان ونصها شوكولاته. زي ما انتم شايفين كده، هنجيب بقى القمع الكريمة زي ما انتم شايفين. القمع ده هنحط فيه الكريمة مع البصمة اللي احنا بنعمل بيها، او القمع اللي احنا بنعمل بيه الوردات، وزي ما احنا عايزين بقى نشوف الرسمة اللي تعجبنا. نعمل مثلا وردات صغيرة، زي ما انتم شايفين كده. بالشكل ده زي ما احنا عايزين بقى وردات، الرسمة اللي تعجبنا. مليناها كلها كده الجناب بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده، هنجيب الكريز. طبعا الحاجات دي كلها متوفرة عند العطار. في بقى من الكريز ده الوان، في الاخضر لو حبيت تجيبي برضو ايه وتنوعي، زي ما انتم شايفين كده. نزوقها كلها تدينا شكله حلو. طريقتها سهلة خالص. حاجات بسيطة وأوفر لنا وأحسن. زي ما انتو شايفين دي بقى عندنا، دي فواكه مسكرة برضو بتتباع عند العطار.
بتجيبيها وهنديها برضو ايه شكل زي ما انتوا شايفين كده. تديها شكل حلو. اي حاجة بقى احنا نزوق بيها، الحاجة المفضلة لينا، اي حاجة نفرح بيها ايه ولادنا. في نفس الوقت تكون برضو ايه حلوة واقتصادية. ده الشكل النهائي بتاع التورتايه زي ما انتوا شايفين كده. عشان عيد ميلاد بنوتي الكبيره رودي، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، هتتم 6 سنين ان شاء الله. نتقابل مع وصفات تانية كتير. منتظر اعجاباتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.